دائما يجب علينا دين، ومن أدى الدين اغتنى. ديننا أن نشكر جميع من شارك في هذا الجمع، لا من قريب ولا من بعيد. تعرفون جميعا أن تنظيم هذه اللقاءات وهذه الجموع يلزمها كثير من الجهد، كثير من الاجتهاد، كثير من الوقت. نشكر جميع المرشدين الذين ساعدونا ومدوا لنا يد العون، ونشكر كذلك هذا الحضور المكثف للمرشدين السياحيين. هذا دليل على رغبة لإنجاح هذه المحطة التي نريدها أن تكون عتبة أخرى لمرحلة أخرى في جمعيتنا. دونك لحد هذه اللحظة كرئيس جمعية جهوية لمراكش أسفي، احنا في احضان قاعدة اجتماعات من اجل عقد الجمع العام العادي الانتخابي للجمعية، من اجل انتخاب رئيس جديد للجمعية. اذا عليه، فانا لحد هذه اللحظة، من بعد واحد اللحظة ان شاء الله غنكون ان شاء الله خليت المكان بانتخابات ديمقراطية لزميل او زميلة لاستكمال او لم متابعة المشوار ديال هذه الجمعية اللي احنا تحملنا فيها المسؤولية هذه واحد 6 سنوات، يعني ولايتين متتاليتين، واللي الحمد لله قدرنا في خلالها اننا نوضعوا هذه الجمعية في سكة لربما صحيحة، أو على الأقل سكة مهنية، سكة مؤسساتية. يعني قدرنا نخلقوا جمعية عندها مواصفات متكاملة من تسيير يعني منظم، إلى مكتب قار بوسط مدينة مراكش، تمثيلية متكاملة لجميع المرشدين بالجهة، جهة الصويرة أسفي، جهة الحوز، منطقة الأطلس. قدرنا أن نوصلوا أن هذه الجمعيات تكون من الجمعيات المهنية في الجهة اللي عندها حقيقة أعضاء منخرطين تيأديوا واجبهم وتيساهموا بمجهوداتهم وتيحاولوا بمجهودات بناء ما يخصهم في هذا القطاع السياحي. الجمعية في هذه الفترة هذه، إضافة لهذا المعطى الأساسي جدا، أقول أساسي جدا لأنه هذا هو المكون الأساس من أجل بناء قطاع مهنة السياحية، يعني جعل تسييرها يكون مؤسساتي وليس عبر أشخاص. إضافة لهذا أو في خضم هذا، الجمعية قامت بوضع عدة برامج ما لها علاقة بتنظيم مهنة المرشد السياحي، ما لها علاقة بإعطاء صورة خارجة على النمط القديم ديال المرشد السياحي اللي تعطي عليه صفة ديالو كممثل لهذه البلاد ولهذه الثقافة ولهذه الأمة العظيمة. قمنا يعني أو ما له علاقة بتنظيم عمل ديال المرشدين، تكافؤ الفرص بيناتهم، يعني مجهودات كبيرة في هذا الباب. كنا نغيروا القيادة، تنزلوا من هذه القيادة بكل فخر، لأنه الحمد لله هذه النتائج اللي حنا حققناها يعني لربما مهمة بزاف باش القطار فيما بعد يمشي في طريق سليم، وطريق كذلك خاصة يعطي لهذه المهنة قوة كبيرة. اليوم عندنا حدث مهم بالنسبة للجمعية ديالنا وبالنسبة للمرشدين السياحيين ديال الجهة، هو عقد الجمع العادي الانتخابي ديال رئيس جديد ديال الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين لجهة مراكش أسفي. وإحنا الاستعدادات بدات، هالناس تيوصلوا، الزملاء والزميلات مرشدات المرشدين تيتوافدوا على القاعة اللي غادي تنظم فيها الجمع. الحمد لله كل شيء غادي بطريقة سلسة وبطريقة قانونية. وأول حاجة بالنسبة للجانب القانوني هو المرشدة ولا المرشد يكون منخرط في الجمعية ديالنا، ونتمنى إن شاء الله باش كل شيء يدوز في أجواء أخوية وأجواء اللي غنتخبوا فيها رئيس جديد، لأنه الرئيس اللي كان سي عبد الصادق قديمي القانون ديال الجمعية ما كيسمح ليش باش يتقدم مرة أخرى
الانتخابات لانه عندنا غير الحق في دو موندا اللي تيكون رئيس عنده الحق دونك سالا لي دو موندا ديالو دونك لحد الان عندنا جوج ديال المرشحين اللي هو الاخ صلاح وهلي واللي هو الاخ زهيب. علاش كنقول جوج المرشحين؟ لانه عبد ربي حتى هو مرشح للانتخابات وقدمت البرنامج ديالي ولكن لحد الان مازال ما عرفت باش واش غنترشح ولا لا.